عشان ايه يا رب تكونوا بخير النهارده من عزبه البرج. رد الرميه كفر حميدو لعزبه البرج زي ما عزبه البرج ردت الرميه على كفر حميدو. كفر حميدو النهارده هترد الرميه على عزبه البرج. واحلى صباح عليكم يا جدعان. النهارده هنتفرج على رميه من اجمل واكبر الرميات اللي بنتفرج عليها من دمياط النهارده. حلو الكلام. اللهم صل على النبي. عزبه البرج هنا فيها عدل 130 عيش. النهارده الناس دي جايه من بلد فيها 10 تعشوش او ما يجوش 10 تعشوش. جوره بلد جنبها الشيخ درغام جايين معاهم. حلو الكلام. عشان يجوا يرموا من عزبه البرج من هنا. احلى صباح عليكم. النهارده نتفرج على فيديو جميل. اللي بيقيد الرميات وبيعجبه الشغل هنا ينزل تحت الدوس لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. النهارده كمان الناس هتطلع وهنفرجكم على الحمام واحنا بننزله كده مع بعض وهنسمع منهم احلى كلمتين النهارده من عزبه البرج. احلى صباح عليكم. النهارده هنطلع ننزل حمام معايا محمد ابو السعيد. احلى صباح عليك يا عم محمد. ومعايا محمد عمر الاسطوره. النهارده ما نعدش الاسطوره. الرمي يا جدعان ده لمزاجنا مش لرهانات ولا على فلوس. الكلام بيتوجه للناس اللي بتفتكر ان الرمي دوت على فلوس او رهان. الرمي ده مش رهانات ولا على فلوس. الرمي ده لمزاجنا والرمي ده بالحب. ولا انت شايف يا محمد؟ الرمي ده لمزاجنا مش لحاجة. بنفرح الشباب الصغيرين وما يقفوا يتفرجوا على الرمية كده ويتفرجوا على الحمو وطلع حاجة تانية. احنا بننقل خلفية للناس اللي فاكرة ان الرميات ديت على فلوس. لا الرميات ديت مش على فلوس. الرميات دي كده بالحب. واحنا اخدينها هواية مش اخدينها تجارة. واحلى صباح عليكم. ونطلع مع بعض ونتفرج على الحمو. احلى بقى ما هنا في المنظر انك كل ما بتطلع طابق والتاني تفرج على المنظر فوق الخيال. والله مش كلام. ده اعلى دواير في عزبه البرج هنا. ده الطابق التاني واحنا لسه ما طلعناش. ده الطابق التاني من فوق. يعني هفرجكوا على منظر واحنا في الطابق التاني لسه ما طلعناش بقيه الغيط. حمام الزقان دي غيط الفرد. طلعنا على الطبق الرابع. كل ما بنعلى بنتفرج على مناظر اكتر. تعالى نطلع على الطبق الرابع نشوف الدنيا فوق عامله ازاي. ده الطبق الرابع اخر دور. ده دور الرف والشيكالات زي ما بنقول في مصطلح الغيه هنا. اللهم صل على النبي. المنظر من هنا فوق الخيال. معايا الناس اهي. اللهم صل على النبي. منتظرين بس العربيه تيجي عشان ننزل الحمام بتاع الرمي. انا حبيت افرجكم بس على المناظر من هنا في الكاميرا الجديده والتصوير عشان الناس تتمتعوا. لو اللهم صل على النبي الاضاءه عندك في الفيديو ما هيش حلوه غير الفيديو على 1080 او 720 بنزله لك بجوده عاليه. لو انت عندك الجوده 240. محمد عمر عامل حاجه فوق الخيال. وعاد الله ما كلام حاجه للمزاج. منظر من هنا يعني لو طلعت هنا ما تبقاش عايز. بتاع الرف تحت الناس اللي بتقول فوم اغلى فرد فوم ب 30 جنيه زي ما فابو 30 فابو 200 وفابو 300. الحمام في الرمي بالذات يعني ايه ما تبهدلش الحمامه الوزاره ولا تبهدل الحمامه الصفيه ولا البلقه لان ده حمامه بشواتي ما تحبش تنزل من عينها ولا تتبهدل. انت عايز زي ما تطلع من العين زي ما تنزل من العين. انا هفرجكم على كام حمامه كده وهناخدهم نرميهم واوريهم لكم في السلكات. ده بس عشان الناس اللي بتقول اغلى فرد فوم ب 30 جنيه. اللهم صل على النبي. قبل قشر بند اهو. حلو الكلام. فرد نش واخوه برضه فرجهم على اخوه وهنفرجكم على الحمام دوت وهو نازل. ده بلا قشر بندق تاني برضك. فرد نش شارفين سلاح الفرد. اللهم صل على النبي. ده هنزلهم يا جدعان في السلكات عشان الناس اللي بتتفرج. سكروطه الباك الضحك فرد رايق برضك هنفرجكم عليه. ضلك الحمام ده في الرمية وهيفرجكم عليه برضك في الرمي. بس هو الرمي ما يتبهدلش في الحمام الوزارة ولا الحمام الصافي. شايفين الفرد الاسترالي يا جدعان؟
شايفين وش الفرد؟ فرد الاسترالي فرد استرالي على الحق، وغير الجودة على 1080 هتتمتع من مشاهدة الفيديو. ده الحمام الاسترالي. وش الفرد وفرد جناح الفرد وريهم رشته، وريهم رشة الحمامة. شايفين يا جدعان الحمام؟ حمام حمام مخدوم يعني، مش حمام حمام مخدوم، مش مسألة فرد استرالي من الحمام الاسترالي اللي هو بالشكل ده. بص فرد استرالي قد كده، ما هوش ده، ما هوش ده الفرد الاسترالي اللي احنا نعرفه. فرد الاسترالي فرد طويل كده، او الاسترالي العالي، هو ده الاسترالي. يا اخو بس ده فرد مكشف شوية، ده الحمام الاسترالي اللي الناس بتقول على الحمام الاسترالي مش بتاعك. كل الحمد لله. والوزارات الحمر برضه يا يحيى خلي بالك، كل الحمام دوت انا اوريه لهم وانت بتعبيه في الرميه. كل ده عندنا احنا عشان الناس تبقى شايفه ان زي ما في الحمام ده في الحمام دوت القصر والوزاره، واحنا هننزل لهم الحمام ده. اللهم صل على النبي. تعالى نعدي الحمام كده سوا على السريع. لا واحدة كده يا عم. ايه عم العربية تيجي دي الفل. الحمام ده كله ان شاء الله يترمى النهاردة. اللهم صل على كله ومن اي حتة. الصلاة على النبي عليك الصلاة. زي ما رميت من هناك هرمي من هنا برضو. صور الناس دي معانا، صور الرجالة دي كلها كلها مع بعض. بتأيد الرمية الناس ديت كلهم حبايب دول. شايف الناس ديت طالعة بتأيد الرمية، واقفين اهوت. اللهم صل على النبي في الشيكالات. سيوفه واحمد ومحمود دولت الغوايه الجداد، دولت هم اللي هيطلعوا ان شاء الله. الناشئين الجداد اخد بالك، ودي الناس يا جدعان بتفرح، بنفرح الشباب الصغيرين بالرمي. احلى صباح عليكم، انا عبد الحامون فرجكم عليه. والعقد الحوم الشعل 100% اخد بالك 100%. وانا عايزك وانت بتعبي الحمام، الحمام ده كله هنزله النهارده ان شاء الله. والبكشنيات وريهم البكشتني ده محمد عبد. قلبوا يا فين يا جدعان التوب ده؟ اللهم صل على النبي، توب قديم وتوب حكايه. ده عندي بيطلع ببرنامج يحيى وعاد الله. توب قديم وتوب حكايه الحكايه الحكايه دي للفرد من ورا كرشينه، اخر طروفه اصلا مفلفله كده كلها. دي عيون يعني مسترليات على انواعها، والفليات السود كل ده يترمى النهارده ان شاء الله. المساحه فرد ب 500 جنيه ده ان شاء الله النهارده هرمي ده. تواكسل حم لوبس خد بالك 100% عليك يا ياسر. اتفرج بقى الحمام ده. كنت جايبه شاب. الله يرحمه. فستق كحله، كان مسميها فستق كحله. فستق منزلين متين ذكر من العش من هنا، منزلين متين ذكر من العش من هنا. ولا افرقكم على فرد شكله غبي في الحمام اللي شايفين يا جدعان عامل ازاي؟ في ستة من ده؟ دي سلالة اهو بديه. سيبهم بص. انا بوريهم واحد بس من السلالات. بص وقاهم الحمامة دي بنت كاري؟ لا اخوه واقف هناك اهو، واخوه ستة، واخوه هناك اهو. اللهم صل على النبي. والغبر والغبر عشان يشربوا. تمام تعالى بس. الفرد ده كنت حايشه من ابو حسن، كنت حايشه من ابو حسن البناره. طيب مطير اول عندنا.
عيش لحمه عيش محمود. لسه هنروح على غيات تانية. احلى صباح عليكم يا جدعان. صباح احلى صباح عليكم يا جدعان. انا القناه العربيه دي برضك عايزين نحط من الرب بتاعها فرشنا ليه يا احمد ولايا صباح الناس كده طلعوا في الكاميرا. هذا على اليوتيوب هوبا اسمع القناة اتفرجت على الرمية اللي فاتت. طيب ادخل اطلع على القناة كمان.